ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. طيب شكرا استاذ محمود، انا هجاوب عليك. دكتور نرجع لموضوع الانزلاق الغضروفي. يبقى انا لو جالي انزلاق غضروفي ما قلقش وما ازعلش. بس يا دكتور حضرتك بتقر دلوقتي انه معظمنا ماشيين بانزلاق غضروفي بس مش عارفين، صح كده؟ لا، او مشاكل بسيطه مش مستاهله اللي انا يعني ما دفتح، لان دي حاجه شائعه جدا. يعني عاداتنا اليوميه بنركب عربيات بنقعد طول اليوم كلام ده. بتركب عربيه وبتاكل مطبات حضرتك. ايوه صح كده. بتشيل حضرتك حاجات او بتشيل لحضرتك في البيت حاجات غلط، يعني بتشيل بطريقه غلط او بتشيل حاجات فوق دماغك، او يعني حضرتك بتشيل عيل فوق دماغك او بتلعب مع عيل، بترفع بتضرب في جيم غلط، بتشيل حاجات غلط او بتضرب في الجيم غلط، فده عادي جدا، وارد جدا 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 ان يحصل عنده شويه تمزق، وده حاجه عاديه موجوده عند ناس كتير قوي. انت يعني حضرتك اهلا وسهلا بيك. بس سلام رهيب يا دكتور. انت مش في كل الاحيان، ما انا جاي لكم انا اشرحها واحده واحده. اهلا وسهلا بيك، انت واحد من ضمن على الاقل 8 من 10. انت واحد من ضمن 8 من 10. أيوه. عندهم مشاكل فين؟ في العمود الفقري، ودي مشاكل بسيطه يمكن التغلب عليها. طيب برضه مش معنى ان انا يجي لي يعني مشكله في العمود الفقري زي المشاكل اللي هي اللي احنا قلنا عليها دي، شويه تمزق في العضلات، شويه انزلاق صغير، اطلع اجي باخد حقنه الكورتيزون، ياه اللي احنا بنسمع عنها اللي هي حقنه الكورتيزون طويله الامد. ده حاجه شائعه جدا. طب هي فايدتها يا دكتور؟ هقول لحضرتك اهو. يجي واحد نازل غلبان من السعوديه ولا نازل مش عارف منين، يتقال له انت قاعد شهر عند عيالك وزوجتك، انت نازل تنكد عليهم انت تعبان، اخبط حقنه كورتيزون عشان تبقى انت كويس بدل ما انت تعبان التعب اللي انت فيه. انت حضرتك انت بتضيع العمود الفقري بتاعك، لان انت اللي اتنشر مؤخرا ان المناعه واحد من الحاجات الاساسيه، واحد من اجهزه الجسم الاساسيه اللي بسببها بيحصل الالتهاب بتاع اسفل العمود الفقري، الالتهاب بتاع الرقبه. فانت حضرتك لما بتنيم المناعه بالكورتيزون، لان احنا في عندنا نوع مكتشف حاليا من التهاب المفاصل اسمه التهاب المفاصل التفاعلي، ده بيكون نتيجه ان انت ممكن اللي انت يحصل لك عدوى بالبكتيريا او عدوى فيروسيه. العدوى البكتيريه او الفيروسيه دي بتصيب المفصل بتاع الظهر فبتعمل فيه التهاب مزمن، فبتدي جهاز المناعه يهاجم الميكروب ده، وانت عارف القصه بقى، وبتدي يعمل التهاب في المنطقه اللي فيها الميكروب ده. فبالتالي انت حضرتك لو نيمت المناعه فانت بتنشر العدوى فين؟ في العمود الفقري كله. فانت لو سمحت احنا بنحذر تحذير تام من الطرق اللي مش كويسه دي، وما تستسهلش الامر، لا تستسهله بالجراحه، لان الجراحه حضرتك انت ما عملتش حاجه. انت عالجت جرح بجرح، هتخرج من الجراحه انت برضه هيبقى ستيل انت لسه تعبان، ما انتش هتخرج من الجراحه زي ما انت متخيل اللي انت هتطلع تجري وبعد ما انت تخلص الجراح. ايه ده بسم الله ما شاء الله، انت حضرتك شلت لي الانزلاق، طب انا هاجري بقى، ما فيش الكلام ده. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبيه واسرار وفوائد النباتات الطبيه والجديد في عالم التغذيه العلاجيه لصحتك ولصحه عيالك. اشوفك على خير.